بص الكاش مش متعلم، مش متعلم ليه؟ يعني ما اقدرش اقول ان طبعا دول بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ تمام. فهو انت عندك مصاريف اتصرفت خلاص دخل فيها الكاش دوت، فهي مش متعلمه انها انا فاهم فاهم ازاي. فهي في الاخر انت ما عندك الفلوس اتصرفت على النادي، ما حدش عنده شك في كده، ما لهاش حل، هي اتصرفت على النادي، ولكن في ايه؟ في النادي مش في الشيخ زايد. ومن المفترض ان يكون تم هذا الصرف داخل هذا القطاع، قطاع الشيخ زايد فقط. بالظبط، لازم يكون في الشيخ زايد. فانت لما بيجي لي ناس دلوقتي النهارده تقول لي لازم ارجع الفلوس، لازم ارجعها. اعتبره خطا اداري، اعتبره اداري مش اعتبره مالي. يعني هو هي مش خطا اداري، هو بتمشي امورك. يعني خلينا نقول ضروره. ده بالظبط الضروره، احكام. ما انت ما عندك فلوس هنا واتزنقت في دي، خلاص احطها برجعها بعدين. هل ممكن بعدين يكون بسبب النادي الاهلي كان مديون في هذه الفتره؟ ممكن يكون مثلا تم سد ثغره. طبعا طبعا كان مديون. هل ده وارد؟ بالنسبه للمديونيه كلام كتير طلع، ويقول لك لا احنا مش كناش مديونين، لا ده في مش عارف كام هنا، ونحط دي من هنا ونجيب دي كده وبتاع، وفي الاخر احنا مش مديونين، ده احنا عندنا فلوس. طب ماشي عندنا فلوس، الوقفات الاحتجاجيه كانت ليه؟ الاحتجاجيه من موظفين قصدك؟ من موظفين. اني وقفات يا فندم قبل ما نيجي موظفين. الوقفات الاحتجاجيه في النادي عمرها ما حصلت قبل كده. 63 مليون جنيه اللي هي للموظفين واللعيبه واللي احنا لما جينا دفعناهم دول كانوا فين؟ لو عندي فلوس. 63 مليون جنيه بتوع ايه؟ 63 مليون جنيه دول فلوس للعيبه، للاداريين، ديون متاخره، فلوس متاخره، ديون متاخره على النادي. احنا جينا ديون متاخره على النادي، وصلت انها في بعض الاحيان كانت بتوصل ما يوازي مستحقات على لواحد، مستحقات مثلا ما يوازي 7 شهور. سواء المكافئات بقى حوافز مش لكن ما يوازي 7 شهور. المحصله والحوافز دي محصله تصل الى هذا يعني. محصله تصل. فانت كان عليك 63 مليون جنيه جوه النادي بس. ماشي. ديون داخليه. بالظبط. فلو انا زي ما عمالين يقولوا لا ده احنا كان عندنا فلوس، لا ده احنا مش مديونين، طب الناس دي ما خدتش فلوسها ليه؟ استاذ كامل، كان برضو بيقال ان البلد في هذه الفتره سياسيا بتمر بمرحله عصيبه، وقيام ثوره يناير، وما كانش في دوري، وازمه حادثه بورسعيد، وتوقف الدوري فتوقف الايرادات. هل هذا السبب الاساسي؟ الكلام ده كان امتى؟ سنه كام؟ الثوره 12 13. الثوره كانت كام؟ 2011 12 13. انتوا استلمتوا 14. بالظبط. طب اللي قبل كده كان ايه؟ الحاجات دي كلها متراكمه. انت عارف قبل 2010. بص برضه انا الكلام ده قلته مره قبل كده. انا عايز اقول لك ان الظروف يمكن الايام دي اوحش من زمان. بمعنى؟ ليه يا فندم؟ الاقتصاديا. الظروف الاقتصاديا النهارده اوحش من زمان. لكن انا هقول لك حاجه ثانيه. الفرق في الظروف الاقتصاديه او ظروف الرياضه زي ما خلينا نقول، كان في سنة واحدة اللي هي وقف فيها الدوري خالص. الدوري خالص لما وقف طبعا دي حاجة مدمرة، يعني لازم نعترف ان ديت صعب جدا ان النادي الكرة تبقى واقفة، ويعني مصدر تمويل الكرة هي الكرة نفسها، الشريان الرئيسي. نعم. ولكن بعد كده هي نفس الظروف، الدوري ماشي من غير جمهور، ما احنا النهارده الدوري ماشي من غير جمهور. بعض الناس قالت لك لما اتكلموا مثلا على عقد الرعاية، قال لك لا ما عقد الرعايه ده كده لان الدولار مش عارف دولار ايه، احنا عقد الرعايه ده اتعمل في 2014، الدولار في 11 16. نعم. فيعني يا جماعه مش لازم، لازم الواحد ياخد باله من الكلام، ما يبقاش فيه مغالطات خاصه في الارقام. بالظبط. دي كان في متحصلات انتوا تحصلتوا عليها من مجلس، يعني كان في متحصلات خارجيه انتوا كان اخذتوها؟ طبعا. احنا بص كل الفلوس اللي كانت لينا بره كان لينا اعتقد 100 مليون جنيه تقريبا. بص من الذاكره دي، انا مش قدامي الورق، كان حوالي 100 مليون. كان منهم 31 مليون جنيه قضايا. قضايا؟ بالظبط. يعني ايه؟ فلوس تحكيم ولا لا قضايا؟ يعني انت النهارده مثلا ايه؟ حاجه زي مسك. مسك انت محاسبيا المفروض مسك تدفع لك مثلا 10 مليون جنيه النهارده، فانت بتكتبها ديون عليها، كون انها دفعتها بقى او ما دفعتهاش لازم تكتب، لان طبعا العقد تنزل بيقول كده. بالظبط العقد بيقول بس كده، بس هي فلوس افتراضيه وليست وليست فلوس قائمة. افتراضيه. فانت ال 31 مليون جنيه دي فلوس افتراضيه، انت مش هتاخدها لانها قضايا لغايه النهارده ما اتحلتش، لكن بقيه الفلوس خدناها. خدتوا كام مليون؟ لا استناني بقى.
اقول لك بقى بالظبط احنا بنتكلم في ايه.